السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني طبعا. الشهر ده شهر 12 وكلنا بنستعد للكريسماس، بيقعدوا يقولوا شهر مش عارفة الأعياد المسيحيين ولا حاجة، بس هو احنا بنحتفل بيه على انه يعني نهاية سنة قديمة وبداية سنة جديدة، والولاد بيحبوا يفرحوا بالحاجات اللي هي فيها أحمرات. أنا بحب ألبسهم أحمر، بحب أجيب لهم هدايا. بصوا، أنا بحاول دلوقتي أعمل لهم عرايس، بس كان بيبقى في مشكلة كبيرة جدا جدا. أنا بيجي لي ناس طبعا، وكل ما حد يمسك عروسة حد تحصل كارثة. ازاي خدت عروستي ويشدوا شعر بعض ويضربوا بعض؟ فانا قررت ان انا اعمل عرايس للموجود وللي جاي. يعني ازاي؟ يعني حتى لو كل واحد مثلا من الولاد هيبقى عندي ليه عروسة هسميها على اسمه، ممكن اعمل بادج كده عليها باسم كارما، باسم نيجار كده. طيب، بس اللي جاي جديد بقى ضيف يعمل ايه؟ لا، قلت لا خلاص، انا هعمل عرايس. بس انا جبت العرايس اللي هي خلاص، يعني خلاص احنا معبينهم في شنط الزبالة، بمعنى ان اللي ناقصها دراع، واللي ناقصها رجل، واللي شعرها طلع، واللي شعرها اتقطع. يعني انا لسه رامية دلوقتي شعر باروكة كده بتتلزق على الراس. فطبعا كل ده كان بالنسبة للعرايس دي، كانت بصراحة كل العرايس لقيت جوزي لممها وايه رميها في شوال كده، وقال لي ايه دول زبالة، دي ناقصة ايد وناقصة رجل. فانا قلت لا اكمله واخليهم للضيوف اللي تيجي عندي. يعني مثلا حد جه عندي كل واحد مسك عروسته، يبقى اللي جاي لازم يمسك هو كمان. فقلت ايه بقى، جبت عرايس من اللي هي، بصوا، هي العرايس العادية دي اللي العروسة ب20 جنيه، اهي جبتها طبعا، وفستانها ما كانش ينفع للكريسماس. دي حتة كنت جايباها عشان اعملها لكلوك، ففصلتها لها فستان وعملت لها ليها ايه زونت زي ما انتوا شايفين كده. فتحي يا شيخ فتحي. اهي بصوا العروسة اهي، طبعا عملت لها الفستان ده من ايه، من حتة قماشة كنت جايباها اعملها لكلوك. طبعا وانا بفصل دفايه لبنتي فاضت حته قماشه ولقيتها حلوه قوي، فقلت لا مرميهاش، انا اعمل منها عروسه. والحته اللي فاضت ما كانتش تنفع اعمل منها يعني اللي هو الزنط ده، فقلت خلاص اوصلها بحته ايه من الفرو اللي هو الابيض. وعملت ايه بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، بصوا ايديها اهي، عملت الشكل ده. طبعا بصوا دي بقى عروسة كانت من ضمن الأنقاض، حابة ان انا ايه اكملها معاكم اهي. بصوا لسه ليها في دراعها حاجات عايزة تتعمل، لان انا لازم في العرايس دي لازم ايه اخيطها، لاني انا عندي الولاد بيتعاملوا بعنف جامد جدا. طبعا في عروسة تانية اهي، بصوا دي عينيها خلعوا لها عينيها بصراحة، قوروا في عينيها وبوظوها. بصوا ده بقى يعني ده مش قادرة اقول لكم، ما كانش ليه رجلين فصنعت له رجل من الاول. بصراحة انا شغالة بقالي يومين، معلش سامحوني بتأخر في التعليقات بسبب الحاجات اللي انا بجهزها للقناة. بصوا الزنط ده عملته جه حلو قوي، فحبيت اوريكم الحاجات اللي انا بعملها والمها معاكم. يعني بصوا في حاجات اهي عايزة ايه، يعني دي عايزة عينين، ودي ولسه هوريكم في حاجات كمان هتخضكم جدا. بصوا دي يعني ما قلت لكم ما كانش ليها شكل نهائي وما كانش ليها لبس. بصوا عملت لها فيونكه مع حزام ابيض مع لاكلوب. بصوا عملت لها شويه حاجات كده، وفي حاجات ما كانش ليها شكل نهائي نهائي، فحاولت ان انا اظبطها عشان الضيوف اللي تيجي يلاقوا. وطبعا انا جايبه لهم بصوا يعني عشان بحب يبقى ليهم هدايا كده، كل ما يجوا عند تيتا لازم ياخدوا هديه. ماشي، بصوا عملت التوكه ديت وحطيت لها بصوا رسترس على اساس ان ايه احطها على اي عروسه موجوده معايا. بصوا بقى انا عايزه اوريكم العرايس من بدايتها كانت ايه. طبعا العروسه دي احنا عملنا لها الجسم مع بعض وانتوا فاكرينها اكيد، اهي انا دلوقتي بحاول البسها للكريسماس اهي. بصوا بقى لو انا قفلت دي كده ممكن اقفلها بالخياطة
وممكن اقفلها بالايه، بمسدس الشمع، بس هنحاول نخيطها مع بعض وهوريكوا الترنج ده انا عملته لها ازاي. بس انا هحاول ان انا اقفل معاكم بالخيط اهو، بصوا بنقفل مع بعض كده. انا طبعا لو عندك مكنة، ما عندكيش، كل الحاجات بتتعمل على الايد، يعني مش محتاجة ان انتي تتعبي نفسك وتقولي لا انا ما عنديش مكنة خلاص مش هعمل، لا اعملي، العمايل سهلة جدا وعلى الايد اسهل كمان، وانتي قاعدة كده بتشربي الشاي هتعملي احلى لبس للعرايس لبنتك وتسعديها بيهم. بصوا انا هوريكم كمان العرايس اللي تخض، يعني بصوا ما شاء الله، نجار هاتك بالقلم، بصوا خلت شكل العروسة عايزة الرمي. في حاجة كمان، بصوا مفيش رجل، يعني انا بوريكم الحاجات اللي انا قدرت اصلحها في 4 5 ايام، لكن دول لسه ما نجاش عليهم التجديد. يعني بصوا ده يعني وشه جميل ومش متشخبط عليه، بس خافوا الرجل بصراحة، هم رموه في الشارع ولقيت حد طالع جايبهولي وحد تاني ما جابش الرجلين، يعني هي اتكسرت بصوا من اساسها، وقلت مش مشكلة. بصوا عروسة هي نيجار برضو اتسلت عليها بوظتها، فقلت لا خلاص انا هجمع العرايس اللي مش نافعة دي، هخليهم ينقوا، كل واحدة تنقي عروسة والباقي مش نافع، اي بقى حد يجي عندنا يلاقي وسيلة لعب عشان ما يحصلش مشاكل، وممكن يمشوا بسبب ان ولادهم مش مرتاحين مع البنات اللي مش عايزة تسيب لعبها. عندنا حب امتلاك جامد قوي، فانا ايه قلت خلاص انا هخليهم يبقى عندهم لعب، وللي جاي برضو يبقى عنده لعب وما يبقاش زعلان من المجية عندي ان ايه ما بيقدروش يلعبوا في الحاجة زي ما كانوا بيلعبوا او متعودين. بصوا طبعا انا بحب الاطفال جدا جدا وبحب العب معاهم، وبجيبه لهم طقم هصوره لكم وهم بيلعبوا بيه، جايبه لهم طقم للمطبخ اهو. معرفش بصراحة، انا مهما يعني مهما الواحد يكبر بس برضو بيحب لعب الاطفال دي. جايبه لهم طقم مطبخ جميل قوي، مصفى وحلل وحاجات، وبلعب معاهم بيه لما بيجوا، وبنقعد نعمل بوتاجاز بالكرتون وحاجات كده اهو. بصوا احنا كده قفلنا الايه البيجامه بتاعت بابا نويل. على رأي كارما انا عايزاها ماما نويل مش بابا نويل، كارما بتقولي عايزاها ماما نويل. بصوا احنا كده بوريكم ان احنا ممكن نقفل اي حاجه على ايدينا، تمام كده اهو. طبعا عشان العنف اللي هما بيعملوه اهي، انا هي قدامكم اهي، عشان العنف اللي بيعملوه هحاول اثبتها في البنطلون في جسم العروسة نفسه عشان ما يفكروش يقلعوها. بصوا اهو هحاول ان انا اثبتها كده واوريكم. طبعا انا شغاله برضو بعمل الشجره اللي هي بتاعت الكريسماس دي، بنعملها ب3 علب سمنه، 3 علب سمنه بجمعهم عشان نعمل الشجره عشان ما نشتريهاش اهو. بصوا كده انا ثبت الايه، ثبت العروسه. عايزه طبعا اوريها لكم بقى بالايه بالزونت بتاعها. طبعا الزونت ده اهو عايزة ألبسه لدماغها دي، فهحاول ان انا ألم لها شعرها كده. عندي مسدس الشمع، هحاول ان انا ايه اثبت الشعر كده عشان الزونت يتحط اهو. ندخل بقى الزونت بتاعنا، الزونت ده بيتباع على فكرة وتقدروا تجيبوه، بس انا جبته للولاد وكانوا لابسينه السنة اللي فاتت، بس السنة دي صغر عليهم، فانا حبيت ان انا ايه اشغله والبسه للايه للعرايس بتاعته.
طبعا العروسة كده ايه الزونت ده ممكن يتخلع منها، فانا عشان اثبته عشان ما يخلعهوش الاساتذة اللي بيبوظوا كل حاجة، واثبت الضفيرة كده اهو عشان العروسة تفضل بحالتها. عايزة ابين لها شوية قصة اهو، بصوا اهو المقص بتاعنا وقع اهو، بصوا بقى بقت شكلها عامله ازاي، بصوا كأني لسه شارياها جديده. طبعا انا فصلت البنطلون بطريقه اني كأني بعمل ترنج لطفله، مفيش حاجه اسمها ان انا بفصله العروسه، لا ده انا مركبه له استك ومركبه له كل حاجه طبعا على المكنه عشان ايه انجز شويه، لان الشغل بصراحه كان كتير جدا جدا. هو يبان ان هو حاجات كده في السريع في اللذيذ، لكن بجد انا تعبت فيهم جدا جدا، ولسه يعني هي الموضوع لسه ما خلصش. بصوا العروسه اهي شكلها حلو قوي، اتغيرت خالص، بصوا حتى رجليها فيها ابيض وفيها احمر، بصوا بصوا من يعني انتوا شفتوها وهي في الاول كانت عامله ازاي، وعملنا لها جسم ودلوقتي عملنا لها لبس. طبعا هخليها لكم هنا كده اهي عشان تبقوا شايفينها اهي، ودي العروسة التانية اللي ايه برضو عايزة اثبت. انا جايبة شمع معايا اهو، احنا بنكمل على الشغل بتاعنا بالايه بالشمع عشان نثبته اهو، بس طبعا اللي هو ملوش رجل ده لسه هنشقله رجل من الاول عشان ما يبقاش حاسس بالنقص معاهم. تمام كده اهو الشمعة وقعت، هحاول ان انا اقرب الزونت بتاعها كده اهو، وادي العروسة التانية زي ما انتوا شايفين اهو. دي بقى مشكلتها مشكلة، دي عايزة عينين هنا بقى الولد دوت، بصوا شكله حلو قوي بس عايز يتثبت الطاقية فيه اهو اهو، بصوا انا لو فكرتكوا بيه هو، بصوا اخو دي يعني، بصوا هو ده جسم زي العروسة دي، بس انا خلعت الراس وركبت راس تانية خالص بعيدة كل البعد عشان خاطر يبقى بالمنظر ده، يعني ده جسم العروسة دي، بس انا لقيت راس حلوة قوي بس ما فيهاش جسم، فانا صنعتها كده يعني، حطيت الجسم في دي ورحت مخيطاها فيها ولزقها بالشمع. وطبعا في حتة اهي فكة، هحاول ان انا ايه اثبتها. تمام كده انتوا شايفين بقى الايه الحاجات اللي احنا عملناها للقريب والغريب وكله. طيب دي لسه ما اتعملتش ودي لسه ما اتعملتش، ودي فاضل لها ايه، فاضل لها ان انا اثبت الطاقية، والشمعة بتاعتنا وقعت، والمقص هنجيبهم دلوقتي. انا عايزة اعمل ايه بقى، طبعا هنثبت الشمعة، انا عايزة اللي يخلص احنا هنخلصهم مع بعض، اللي يخلص نحطه في السبت بتاعنا. تمام كده انا عايزة، بصوا انا جايبة كيس العيون دي اهو، عيون كاملة، الكيس دوت باتنين جنيه او باتنين ونص باين، فقلت بقى هشوف اللي ناقصه عينين هركبها له اهو، انتوا طبعا شايفين عينيها، بصوا البتاع دوت الشمع خارج من العين، يعني بتاع الفايبر بتاع جسم العروسة خارج من العين، ده دليل على العنف اللي هي اتعرضت ليه. بصوا اهو يعني انت حتى لما جيت اعمل لك عين بتغمضي اهو، معقولة بقت حلوة، ده بقت عينيها خضرة.
بجد اتغيرت خالص 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 خالص. انا هوريها لكم عشان مش هتصدقوا. بصوا لما كانت عينيها بايظه، بصوا دلوقتي بقت عينيها خضره. الله، كيس العيون ده جميل قوي، يستاهل فعلا، حلوة قوي، غير شكلها خالص. بس انا عايزه اعمل لها زونت، بصوا عايزه اعمل لها زونت واشيل بقى كل الايه. الله، دي كانت عينيها يا عيني طالع منها فايبر وبايظه خالص، بقت حلوه قوي. بصوا احنا عايزين نعمل ايه بقى، احنا هنقول اللي خلص، اللي خلص هنحطه في الايه، في انا عامله بصوا كذا حاجه. بصوا عايزه اوريكم العروسه دي، دول الثلاث هدايا اللي جايباهم. بصوا بابا نويل ده، بابا نويل دوت كان يعني متدمر، قعدت خيطته وكان ناقص له دراع، مش معرفتش اجيبه بصراحه، بس بصوا شكله بابا نويل ده. وطبعا في عروسه ورا اهي قاعده اهي باينه، اهم الاتنين دول كده ورا قاعدين. دي كانت ناقصها، ناقصها ورده. بصوا الورده دي حطيتها، جيت ادور على دي ما لقيتهاش، فقلت احطها معاكم. وطبعا ناقصها ايه بقى، الخط ده انا كنت بخيطه او بلزقه، كل ما احط في المسدس شمعه بتقع. هدوس كده على الحرف ده واثبته اهو، اثبته على العروسه اهو. مسدس ما عندوش وسط. طيب الخامه دي، خامه الدانتيل دي فين اهي، بنعملها كده، بناخد على قد المقص. كان معايا، احنا عايزين نشوف اللي خلص. دي خلصت خالص اهي، دي خلصت خالص، هخليها تنام هنا قدامكم اهي. دي طبعا لزقنا اللي طلعت في ايدي اللزق طلع في ايدي اهو، نلزقها دي طبعا ايه، كنا بنلزقها دلوقتي اهي. عينيها حلوة، هي بتفتح وتغمض حلوة اهو. طبعا بصوا هي كده تمام قوي، خلصانة اهي، نخليها برضو من ضمن الايه. وطبعا عملت لها الزونت اهو، دي طبعا عايزة زونت، دي عايزه زونت، ودي عايزه زونت، دي خلصانه تماما خلاص اهي. دي خلصانه تماما، دي عايزه نعمل لها ايه، بصوا يعني زي رباط كده المقص اهو، هناخد لها رباط زي ما انتوا شايفين كده عشان ملهاش تكسيمة كده. حاسه ان هي رغم ان العروسة دي يعني مش ده جاية من امريكا، بصوا بس اهي، بصوا اهي كده بقت ماما نويل رأي كارما اهي، حطيناها وانس طبعا خلصان من كله اهو خلاص. ودي طبعا عملنا لها عينين بس طلعت ثابته مش بتغمض دلوقتي العينين دي. عايزه اعمل لها زونت، ودي عايزه زونت، ودي يعني معانا دلوقتي ثلاثة عايزين زونت، وده عايز رجل اهو كده. طيب هنعمل ايه بقى، انا طبعا هشيل المسدس دلوقتي افصله. عايزين نعمل ايه، ونشيل بقى العيون دي خلاص. طيب خلي بقى دول كده، ابعدوا كده عني طبعا عشان نشوف هنعمل ايه دوت. هنشوف بقى هو عايز ايه، هو عايز ان انا اعمل له رجل، ودي عايزة ايه، دي انا مجهزة لها هدوم تتلبس. بفكر اعمل لها ايه بقى،
بفكر اعمل لها سولوبيتا. يعني احنا لو عملنا لها سولوبيتا كده بالطول ده اهي هتبقى حلوة جدا عليها. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنحط الجسم بتاع القماشة كده عليها اهو، تمام، ونبدأ بقى نحدد كده، ده الظهر وده هنا ايه الدراعين ودي الرجل بتاعة البنطلون، تمام كده. يلا نشوف هنقص ازاي. هنقص ازاي اهو، هنا الدراعين وهنا هناخد الايه الحردة بتاعة البنطلون. طيب هناخد الدراعين اهم بالايه بالكتف، بالكتف هنا دوران الايه الرقبة اللي هنعدي فيه الرقبة، تمام كده اهو. طيب فاضل ايه بقى؟ فاضل السلوبيتا ان انا اعمل لها هنا حردة تبقى ايه شكل البنطلون كده بالظبط اهي، وتبقى بالمنظر ده. العروسة بقى قدامنا اهي اهي، ودي هتبقى ايه جسم السلوبيتا بتاعتها، تمام كده. طيب هنعمل ايه تاني؟ طبعا هحتاج ان انا اعمل لها كمام، الدنيا شتا هتسقع لازم نعمل لها كمام. ناخد من نفس القماشة، ناخد من نفس القماشة اهي حتة، هشغلها لها للرقبة وشغلها لها للايه، او ممكن اعمل لها الكمام بيضة. لو اتعمل لها الكمام من الابيض بصوا هتبقى حلوة قوي اهي، نعمل لها الكمام بيضة. بصراحة كنت مخلية القماشة دي للولاد عشان هعمل لهم هم كمان بابا نويل. طبعا القماشة من الناحية دي بتمط، ناحيتين بتمط. طيب خلاص نعمل ايه بقى؟ ناخد الايه اللي زيها كده اهي، تمام كده. هنعمل ايه بقى؟ احنا طبعا قصين الكمام اهو، ادي كم هياخد زيه التاني، يبقى كده خدنا الايه الكمين بتوعنا اهم اللي هيركبوا للعروسة. نزود حتة اهو، بصوا حتى لو ممكن دي تبقى سلوبيتا، ممكن لو عندك طفل صغنن في يعني هو هيجي سنة كده اهو، بصوا اهي ادي الكمين وادي السلوبيتا بتاعتها، ممكن نطولها شوية وممكن ايه نركب على كده، تمام كده. كده خلصنا السلوبيتا بتاعت دي اللي احنا هنروح نفصلها معاها. طيب هنعمل ايه تاني؟ انا عايزة اخد رجل لده، بس عايزة اخد له الرجل محشية، يعني هعمل له رجل محشية بالايه بالقماشة. يعني بصوا انا ممكن اخد القطعة دي اهي، القطعة دي كده هقصها، تمام هقصها ان انا هعمل هنا فيها رجلين، هاخد نص القماشة اهي مثلا كده،
النص بتاعها فين كده بالظبط اهي. طيب ماشي كده بالنص، شايفين انا بعمل ايه؟ بنعمل له رجل. طيب بنعمل له رجل ازاي؟ انا دلوقتي معايا القطعة دي هخليها تقضيه من فوق كمام وايه وجاكيت، تمام، وادي الكمين. طيب الرجل بقى من تحت هجيبها ازاي؟ اهو انا مثلا دلوقتي هعتبر ان انا بعمل بنطلون اهو، بنعمل ايه بنطلون، ماشي، بطبق البنطلون بالمنظر ده كده وابدأ بقى ايه اقصه على انه بنطلون بالظبط، بظبطه من تحت شايفين كده، وابدأ بقى ايه احرز كده ماشي، واخد من هنا، لازم يبقوا كل الاطراف معايا، هاخد من هنا كده واطلع على ايه على مفيش عشان نعمل الجسم بتاعه. طيب دي كده البنطلون هخيطه وتبقى كل رجل لوحدها، يبقى هيبقى بالطول ده، بصوا هيبقى بالطول ده كده، وايه ونعمل له الجاكيته من فوق، وهنروح على المكنه نشوف هنعمل ايه. وهنا بقى هوبا رجعنا ليكوا، بصوا انا عايزه اوريكوا بس ايه كل شويه اكتشف عرايس تانية، بصوا دي حرام مسكينه، بصوا باروكه من غير عروسه، وده بصوا ولد من غير شعر، او بصوا يعني حتى ما ينفعش احط له، دي مش بتاعته خالص، بصوا ولا رجل، يعني انا جايبه تقريبا قسم المعاقين شغاله معاهم، يعني انا شغاله مع ايه بصوا بوضب في قسم المعاقين. دي حطيت لها عينين اهي ولزقت لها عينين، بس للاسف بصوا يعني عايزه الرمي برضو. الصعقه بقى الكبرى يعني بصوا ده ولا رجل ولا دراع ولا راس، يعني بصوا انا يعني تقريبا انا شغاله دلوقتي بوضب في قسم المعاقين، كل العرايس بتاعت الاولاد انا اروح اجيب لهم العرايس في اعياد الميلاد ومش عارف ايه، ونفسي يا تيتا في العروسه دي واجيب، وفي الاخر بيطلعوا من المعاقين، يعني بصوا اهو، وده يا حرام ولا راس ولا رجلين، وده برجل واحده، يعني مش عارفه انا اعمله بابا نويل ازاي، هو عايز كده عايز عكاز، يعني مش عايز ان انا اعمله بابا نويل، هو عايز عكاز عشان يعني مش عارفه اقول لكم ايه، بس يلا هحاول اظبط فيهم على قد ما اقدر اهو. انا بوريكم بس جزء من الايه من الاحفاد بيعملوه في الايه في العرايس. طبعا معانا السلوبيت اهي، هنقلبها على ظهرها عشان نقدر ايه، والله حاسه ان ظهرها احلى من وشها، فخلينا شغالين على الوش عشان نشغلها هي نفسها على الظهر، تمام كده اهو. هنخيط بقى، نبدا السلوبيتا بتاعتنا من الايه من الرجلين اهو، هظبط الاطراف على بعضها، انا لقيت بصراحه يمكن القماشه دي كانت عندي بصراحه، انا بعمل لهم كل عيد رأس السنه ده بعمل لهم لبس يلبسوه، طبعا دي قلنا هنعملها الايه الكمام، طبعا الكمام انا بحب اعمل فيها زي ديكور كده بايه باللون الاحمر، وده قلنا اه ده قلنا البنطلون بتاع الايه اللي هو المعاق ده الظهر هنخيط الايه. هنا طبعا انا عايزه اوريكم احنا طبعا هنقفل الرجل وهناخد دي نحطها لها كود، بمعنى انتوا عارفين طبعا الكود اللي احنا بنعمله مع بعض في اي حاجه بنفصلها اهو،
طبعا هو اصلا في اللعبه دي هو ملوش اصلا رجلين، يعني احنا مش بنقول لا ده احنا هنحشي الرجلين دي اصلا علشان ايه اقدر اخليله ليه رجل. وانا بدور كده لقيت رجل حد، يعني بحاول ان انا ايه ده مكتمل عنده ايدين وراس وكله، هحاول ان انا هخليها له فردة. هي رجل مش بتاعته بس مش مشكلة، عملنا له جهاز تعويضي فخليها هنا عشان اقدر اركبها له بعد التصليح واوريكم اللي انا بعمل فيه بقالي اسبوع. طبعا الحتة اللي احنا قلنا هنعملها دي ايه، هنعملها كود، هوريكم احنا بنفصلها ازاي. انا دلوقتي ايه معايا بنطلون الايه البنطلون بتاعنا اهو، اللي ايه اللي المفروض يعني اقلب دي كده وايه وادخلها في كده اهو عشان يبقى لون مختلف مع الايه مع الرجل اللي احنا هنشتغل اهو. بصوا هوريكم الفكرة بعد ما اعملها، تعجبكم قوي. على فكرة اللي انا بعمله دوت في حد برضو يعني قبل مني عمله ليا وانا مش ناسياه، هي خالتي الله يرحمها. فاضت حتة قماشة، هي كانت بتخيط، فاضت حتة قماشة فهي راحت يعني مخيطها لي. بصوا احنا ممكن نعمل خيطتها لي فستان للعروس. فبصراحة انا يعني ايه بقيت احب ان انا اعمل اي حاجة لاي حد. انا بدور على الحتة اللي ايه اللي بتمط معانا اللي هعمل منها الزنط. المطة هنا حلوة، احاول ان انا ايه اعمل الزنط كده. انا المفروض بجيب حتتين بعملهم عكس بعض، يعني باخدهم كده هقص دي كده. بنعمل بقى الزنط ازاي اهو، تعالوا شوفوا بسرعة بنعمل الزنط ازاي، وبنوسعه وبنضيقه حسب العروسة اللي معانا. ادي قطعة قماشة اهي بيضة ماشي، وبناخد كده اهو بناخدها كده، يبقى ده زنط وده زنط. طيب هنعمل ايه؟ هناخد دي كده عشان ايه ما نفكهمش من بعض عشان يبقوا معروفين. طبعا القماش الفرو دوت يعني كنت مستعملاه قبل كده، مش جديد ولا حاجة، فعامل وبرة اهو، بحاول ان انا اطلع منه مش عارفة اهو. بصوا كده ده زنط كده ده زنط. عشان اعمل الزنط ويجي بقى ايه يعني شكله شيك شوية، بعمل ايه، باخد حتة من القماش الاحمر كده اهي واركبها فيه. بصوا كده بقى فكرته هتبقى كده اهي. بصوا ويجي بعد كده بقى ايه، طبعا انا لسه ما ركبتش الرجل بس بخش في كذا حاجه في اني واحد، هي دي مشكلتي اهو. نقفل بقى الايه القطعه عشان نقفل على الزوم بتاع بابا نويل
في حاجة كمان ممكن اعملها، ممكن احط له حاجة فوق كده في يعني بصوا اعمل كده اهي قطعة كده ادخلها في الزوم. هي بتدي تطعيمه يعني للزومت نفسه. بصوا بقى الزومت بقى معانا شكله ازاي. ماشي انا عامله واحد تاني اهو، بصوا بقى مخليه برضو فيه الابيض، يعني ممكن نلبسه للولد الاقرع ده. رجل وقعتين، بصوا هيبقى حلو قوي اهو، مش مبين بقى ان هو ملوش شعر. يعني مش عارفه العيال بيعملوا ايه، بيستفادوا ايه بس من يخلعوا شعورهم ويشخبطوا على وشهم كده. انا كنت عاملاه بقى ده السنه اللي فاتت، وكان لابس لبس السنه اللي فاتت بس كان سليم يعني. بس فانا بحاول اعمل لهم بقى إيه، انتوا يعني بصوا انتوا بتقولوا مثلا هتقولوا ان العرايس والحاجات دي، انا بفرح قوي لما بكون بصلي وبلاقي كارما قاعدة بتصلي جنبي وبتلم العرايس وتنيمهم ورانا على المصلية، على اساس ان ايه دول بيصلوا يا تيتا زينا. فحتى لو انتوا مثلا شايفين ان هم مثلا اصنام او حاجة زي كده، بس هم يعني هم ولادهم وفي نفس الوقت بيعلموهم اللي اتعلموه مننا، يعني ما شاء الله هم بيخلوهم وانا شفت صورة شبيهة على الفيسبوك ان الولد بيخلي اللعب بتاعته تصلي على المصلية مكان مامته ما كانت بتصلي. فكلها دي حاجات حلوة احنا نقدر نخلي الحاجات اللي ممكن اللي قدامنا يحس ان هي اصنام، او انتوا بتشوفوا الاصنام او حاجة، لا احنا ممكن نخلي الاصنام دي تميل لينا ولدنا. يعني مش شرط ان عايزة اوريكم الزوم تطبق على حد تاني اهو، هو ده واسع عليه شوية. بصوا اللي احنا عملناه مع بعض دلوقتي اهو، طبعا بيمط الفرو ده بيمط اصلا. وهنا زي ما انتوا شايفين كده انا بحاول ان انا ايه الم الجسم بتاع السلبتة، عشان طبعا هي كبيرة. وهوريكم فكرة الزنط. بصوا ده كان كم بتاع ده بادي كريم. فبصوا اهو انا اقدر كده ان انا اعمله برضو ايه زومت بالمنظر ده اهو. بصوا شايفين، يبقى شغلت من الناحية دي وشغلت من الناحية دي اهو. الزومت ده فكرته للكبير وللصغير، مش للعرايس بس. انا بحاول ان انا ايه الم السلوبيت على قد ما اقدر. وعايزة طبعا ايه هنا اعمل لها برضو كود. احنا طبعا قصين الكمام مع بعض اهي، هحاول ان انا ايه يعني اعملها اركبها. بس انا عايزه برضو الفكره بتاعي ان انا بعمل حته من القماشه الحمراء، القماشه الحمراء الفرو. هي مش جايه معايا هنا، الحمد لله ربنا كريم قوي. بصوا هاخد قطعه من القماشه الحمراء اهي عشان اركبها على الكمام. بصوا اهو انا عايزه اوريكم بس افكار عشان تقدروا تعملوا من مفيش، توضبوا حاجه ولادكم والحاجات اللي انتوا سريعين في رمياها دي، اعمليها حتى وراضي بيها حد. مش يعني ممكن ما يبقاش تبعنا خالص، بس في ناس كتير قوي ما بيبقاش عندها حاجات، فانت ممكن تراضيهم، يعني تراضيهم باي حاجه ابسط. حتى لو ما جبتيش ليهم حاجه جديده،
ممكن تعملي لهم حاجة يعني من عندك كده كهدية. أو أنا بحب قوي يبقى عندي توك، بحب أفصلها علشان أي حد جاي كده يبقى عندي حاجة أقدر أرضيه. بصوا الكم بقى هيبقى بالمنظر ده، أنا بعمل معاكم كم كده وهرجع تاني أفصل أنا التاني على مهلي، بس أنا سبت كم واحد أعمله معاكم. لو انا عامله الكم بالاحمر ده ممكن احط الابيض دوت عليه. بصوا ده كم العروسه اهو، بصوا بقى الاحمر ده زهزهه ازاي، خلاه حلو قوي. بصوا ممكن اعمل الفكره دي برضو في الايه، في الرجلين اهو. انا هحط بقى بصوا الكم اهو بالعدل، والحته اللي هي الاسوره دي هدخلها جوه تمام، وابدا بقى ايه اركب الكم دوت في الايه، في المكان اللي معانا دوت. شايفين هي نفس فكرة برضو الكم بتاعنا او بتاع الاطفال اي حاجة، هي الفكرة واحدة ان انت بتركبي الكم بالعدل على القماش بالمقلوب. فاهميني اهو، انا بحب الخياطة على ايدي كمان اسهل من المكنة اهو. بصوا الفكرة حلوة قوي، خلي ولادك يبقى عندهم حب انتماء. ما قلتلكوش بقى على الفكره، خالتي كانت بتخيط والحاجات اللي هي بتخيطها بيفيد منها قماشات، زي ما انا مثلا فايد عندي قماشات وكده. فهي جت في مره كده في دخلت عيد، وراحت هي من نفسها عملت لي فستان مش ليا البسه، لكن عملته للعروسه بتاعتي. انا مش قادره اقول لكم كنت سعيده بالفستان ده قد ايه. ومن ساعتها بقى عندي يعني، هو الموقف بيبقى بسيط وسهل مثلا على اي حد، مثلا حد فاكر انت كان عندك لسه ساعتها كمان ما كملتيش مثلا 6 7 سنين، بابا كان متوفي ما كملتش، ما كنتش كملت 6 سنين، بابا متوفي. فكانت هي زي ما تقولوا عملت حاجة كده ارضاء ليا، يعني كنت بحبها قوي وبحب الخياطة عشانها. فهي راحت عاملة فستان وقالت لي بصي الفستان ده انا عملتهولك للعروسة، روحي بقى لبسيه للعروسة وافرحي بيها. فعلا انا مش قادرة اقول لكم على السعادة، ويمكن انا السعادة اللي هي والبهجة اللي هي دخلتها عليا دي خلتني بقيت احب افصل واحب اللي بيفصلوا، عشان بيقدروا يفرحوا اي حد مثلا بيكون يعني مفاجأة مش متخيلاها. انا حاسة يعني هي ساعتها كأنها ادتني حاجة كبيرة قوي، يعني كنت بحب وحبيت بقى من هنا من اللحظة دي حبيت ابص للفستان وبالإبرة والخيط واعمل زيه. يعني انا تقريبا حبيت الخياطة من وقت ما خدت الفستان ده اللي لبسته للعروسة وكان في قمة الجمال. حتى كنت اطلع لها ساعات ومثلا تقولي الاسقوطة دي انا مش عايزاها، اخدها افصلها للعروسة. فكنت بحب قوي الخياطة بسبب خالتي الله يرحمها، افتكروا ليها الرحمة، لانها برضو عملت لمسة جمالية في حياتي، ان هي علمتني ازاي ان الخياطة فيها قمة الابداع، قمة التصالح. يعني الخياطة فعلا. وماما بقى برضو من يعني بعديها بقى بقت تقول لي ايه، لو عايزة تقصي حاجة تقعد معايا وتوريني، بس ماما مش بتخيط، ملهاش طول بال الخياطة. بصوا بقى احنا كده بنعمل ايه الزمت، انا عملت الزونت ده طويل قصده عشان في حاجه بتتلف كده وتيجي مع واحنا بنركبه، يعني يبقى شكله حلو قوي. وهنا بقى اقدر اقول لكم انا قدرت الم اكتر حاجه ممكنه. بصوا انا حطيت هنا دي، طبعا ده اللي كان عايز رجل، بصوا اللي كان عايز رجل حطيت له رجل اهي، وطبعا ايه عملت له زونت زي ما انتوا شايفين كده اهو.
ودي العروسة طبعا، عايزة اوريكم عملت لها السلوبيتة ازاي اهي. بصوا يا دوبك لسه كنت بقيس طبعا السلوبيتة اهي، دخلت الرجل فيها اهي شايفين، وهبدأ ادخل بقى الكمام زي ما انتوا شايفين كده اهو. وعملت لها رباط عشان الرقبة لما تكون واسعة عليها، لانها طبعا بندخل من جسم العروسة. بصوا اهو شايفين الرقبة، عملتها باللون الابيض اهو. واجيب بقى الرباط اللي انا عاملاه هنا، فتحت لها فتحة عشان تعدي الجسم، وهو اجيب الرباط بقى وابدأ اضيق بقى الايه الرقبة كده اهي. بصوا الشكل بقى اهو. في حاجة كمان عايزة اعملها لها اهو، مثلا هاخد ده من القطن كده عشان اثبت اللبس فيها، محدش يقدر يخلعه تاني اهو. بصوا وديت شكل ديكور حلو اهو اهو. بصوا الشكل، شايفين المنظر اهو. وطبعا عملت لها التوكة دي، دي برضو انتوا طبعا كنتوا عارفين شكلها كانت عاملة ازاي. انا كل هدفي بس، وما كانش ليها دراعات. بصوا الدراعات عملتها لها من فردة شراب اهو. حتى لو عندك عرايس من غير دراعات من غير رجول تقدري تشغليها اهو. بصوا اهي كانش ليها دراعات، ودي فرد شرابات اهو. وهبدأ بقى ايه البسها اهو واربطه. طبعا الزنط اهو شغال. هاخد بقى ايه، هاخد حاجة للوسط اربط الوسط. بصوا طبعا الشكل هي عاملة ازاي، بس هي مشكلتها ان رجليها كبيرة قوي، ما كانش ينفع ان انا ايه انا صغرت فيه واحدة زيها تاني، صغرت رجليها. اولا لبستهم كلهم زنط اهو. بصوا الشكل بقى بقيت شكلها عامل ازاي، دي اللي شكلها جميل قوي اهو. بصوا طبعا اهي دي معاها اهي. دي بقى كانت عايزة، انا عملت لها بس حسيت ان هي طبعا شعرها كان منكوش قوي، فانا رحت عاملة لها ايه دراعات اهي. هنركبها مع بعض دلوقتي اهو. بصوا انا هثبتها بالايه بالخياطة اهو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الدراع اهو، وهبدأ ايه اثبته في جسم الفستان اهو عشان ما يتخلعش ابدا ويبقى ثابت اهو. واكمل في الايه في البتاع اللي انا حطاها في الرقبة اهو. هي الهدف بس ان ما حدش يقدر ايه يفك الكم بقى، ولا الكم يضيع ولا اي حاجة، هيبقى متثبت اهو. بصوا حتى الشكل كمان شكله بقى جميل قوي اهو. وممكن برضو اثبت الزنط كمان عشان ما يتفكش خالص، يعني الزنط اهو بصوا هجيبه برضو اهو. هي الفتلة دلوقتي خلصت معانا، بس انا بثبت برضو اهو. كل عروسة والمقص اجيبه، كل عروسة بصوا شارك فيها ابرة اهو. تمام كده. بصوا الدراع التاني اهو، انا حاولت ان انا اعمل لها برضو ابيض في احمر، يعني تبقى متطعمة كده. وهناخد برضو الدراع التاني هنثبته في الفستان اهو. الفتلة جت كبيرة، بس انا بصراحة عاملة يعني خيط كده عشان ننجز
انا خلصت كل اللي كان عايز زومت عملت له. وفي بقى المفاجأة اللي هو الايه اللي ما كانش ليه رجل خالص عملته. طبعا انا هسمع كلام الصبح رهيب، هيقعدوا يقولوا لي بقى روحي يلا اقعدي بيهم في سوق الخردة اهو. بس والله انا بس هدفي يعني ايه، نوريكم ان حتى لو انت ما عندكيش امكانيات وجبتي حاجة يعني تقدري تعملي فيها، او عندك حاجة بنتك بوظتها ولا حاجة تقدري تجددي فيها وتسعديها، وانت كمان هتبقي سعيدة. طيب انا كده ايه الابرة خلاص كده اهو. بصوا بقى الفستان عامل ازاي اهو. بصوا خليت له برضو في خط رسترس اهو. بصوا هي اصلا شكل العروسة صعب جدا، بس الفستان غير شكلها نهائي. تمام كده. ودي طبعا ايه دي اللي عايزة زونت، معقولة ما عملت لهاش؟ هحاول اخلي لها زومت. انا كنت عامله ده صغنن، هشوف البسها حاجه. امال ده ايه؟ اه بصوا دي بقى، دي حاولت ان انا برضو اعمل لها لبس اهو. المفاجاه بقى، المفاجاه في ايه؟ في ده، فاكرينه ده اللي ملوش بنطلون؟ انا حسيت ملوش رجل اصلا، انا حسيت الرجل اهي. بصوا طبعا عملتها بنطلون ورحت حشياها، وهنبدأ بقى ايه ندخلها في الجسم بتاع الايه العروسة البابا نويل بقى اهو. هنثبته اهو، هنثبته بالايه بالإبرة والخيط اهو. ادي دليل بقى ان في عروسة اهي ما فيهاش اصلا رجلين. تمام كده اهو، بس هنثبتها اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو بالإبرة والخيط. هنمشي معاها واحدة واحدة كده عشان نثبت الرجل مع الجسم. هي طبعا مش رجل خالص، بس انا عملتها رجل عشان ايه نثبته اهو. وفي برضو واحدة تانية ما كانش ليها رجلين، بس برضو عملت لها وثبتها فيها اهو. بصوا انا حبيت اعمله قدامكم عشان يعني انا عملته بس ما ركبتوش، خليت ان اعمله معاكم. بصوا كأنه فعلا كان جاي ليه رجلين اهو، وبنثبته جامد عشان اي شد او اي حاجة ما يبانش ان ده ايه متركب خالص. طبعا انا مكررة اي حد يجي عندي ويشبط في اي لعبة انا هديها له، لاني ما شاء الله بقى عندي فعلا. يعني انا لو رحت قعدت بيهم فعلا في سوق الخميس هيبقى عندي ثروة قومية. طبعا انا ايه بعد ما عملته ولقيت دراعاته باينة قوي، فحبيت ان انا ايه اعمل له كسوة للدراعات اهو. بص حتى الكيس تحسه ان هو جاي فعلا كده. بصوا يعني ما شاء الله، يعني تحسه ان هو حلو حلو يعني. بصوا طبعا الكم انا حطيته بس لكن ما ركبتوش اهو، هنركبه مع بعض. ثبته طبعا عشان هما هيتعذبوا، هيبدأوا العذاب من بكرة عشان انا مجمعهم بكرة كلهم معايا اهو. فكارما ونزار بقى وكده هيعملوا، وايسل هيعملوا عذاب للمجموعة. بس طبعا بعد التعديل اللي عملته فيهم حتى لو اتعذبوا مش هيبوظوا قوي، يعني مش اكتر من العذاب اللي كانوا شايفينه قبل كده اهو.
ثبت الكم عشان ما ايه ما يتفكش ابدا لاي سبب إن كان. بصوا كل الابر بتتركز هنا خلصانة من غير فتل. بس كان لازم اخد معاكم ايه اللقطة الاخيرة دي عشان تشوفوا الاشكال الغريبة، الكائنات اللي كانت غريبة دي بعد ما اتعدلت اهو. عايزة كل واحدة بقى عندها لعبة بايظة تقوم تصلحها لبنتها او ابنها وتساعدهم بيها. بصوا لبسوا لبس جديد. انا مش بعمل احتفالات في مع يعني في وقت الاحتفال، احنا بنحتفل قبلها بالسنة الجديدة اللي هتهل، لكن مش بنعمل في الكريسماس حاجة. هما بيفرحوا بس. هما مين بابا نويل يا تيتا؟ اقول لهم بابا نويل ده حد بيدي هدايا. طب هو بيجيب لنا هدايا، احنا اللي هنجيب لكم الهدايا. وجبت لهم فعلا الهدايا اهي عشان ما ينتظروش حاجة من حد، يعني فاهميني؟ اهي الهدايا ومعاهم بابا نويل. بصوا ممكن اعمل حاجة كمان فيه عشان تخليه برضو ايه ثابت، ونعمل له الحزام بتاع ايه بتاع بابا نويل اهو عشان ما يتحركش اهو، وفي نفس الوقت ياخد شكل ايه الحزام بتاع بابا نويل. ابو توكه صفرة اهو. بصوا بصوا الشكل. حد يصدق ان دي كانت من غير رجلين؟ حد يصدق كده؟ بصوا بيفتح وبيعمل لكم باي باي. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في الافكار بتاعتنا والحاجات اللي صلحناها وعدلناها بالمنظر ده؟ بصوا حاجات كتير قوي قوي ما شاء الله، انا مش قادرة اعد بصراحة، بس عملت منهم حاجات حلوة قوي. بصوا دي كمان، دي ممكن اعمل لها زي توكة بقى، مش لازم كله يلبس زنط اهو، حتى لو توكة برضو. بصوا اهي شكلها حلو، حتى لو توكة. بصوا شكلها جميل ابسط الامكانيات. دي حتة عاملة زي بصوا كترها صغنن قوي، ورحت خرمها من هنا وعديت حبل وربطته في رقبتها، بس ما فيهاش غير الخياطة دي بس. شايفين اهو؟ بصوا الشكل. بصوا دول شكلهم جميل ازاي اهو. بابا نويل وماما نويل اهو. بصوا شايفين بابا نويل اللي كان من غير رجلين بقاله رجلين وبقوا حلوين ازاي؟ بصوا الشكل. طبعا دي القصايص بقى اللي بتيجي في الحاجات. اتمنى اللي عملته يعجبكم، وكل سنة وانتم طيبين، سنة سعيدة علينا وعليكم، واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء، باي باي، سلام عليكم.